الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من سنه اولى طبخ منورنا ومشرفنا، وما زلنا مستمرين في حاجه العيد. عاملين لحد دلوقتي كحك، غريبه، بيتي فور، سابليه، قراقيش، لانكشاير. ايه تاني؟ انا ناسي حاجه يا بنات؟ ناسي حاجة؟ أعتقد أن أنا مش ناسي حاجة. ودلوقتي أهو هنعمل معاكو بسكوت الشاي. لا قلت البيتي فور. هنعمل النهاردة بسكوت الشاي وبسكوت النشادر، وهنبدأ على طول ندخل في المهم علشان برضو حلقة مليانة. يا رب إن شاء الله نلحق بس نديكو كل المعلومات المهمة ونركز جدا على العجينة. بسكوت النشادر مقاديره إيه؟ هيكون مقاديره نص كيلو دقيق وكوباية سمنة. يعني مش باردة، مش عايزاها باردة متلجة وماسكة ومحجرة يعني، بس لو هي سايحة خالص حطوها في التلاجة تمسك نفسها سنة بس كده. كوباية سكر باودر وتلات بيضات ومعلقة صغيرة سائل فانيليا ورشة ملح ومعلقة صغيرة نشادر، معلقة صغيرة بيكنج باودر ونص كوباية حليب. تعالوا نشوف هنعمل ايه. اول حاجة انا عايزة اخلط كل المكونات الجافة واسيبها جنبي، والنهاردة استثناء مش هشتغل بالعجانة. عايزة بس اوريكو ان العجينة اللي بتطلع بالعجانة ممكن جدا تطلع من غيرها، فانا عايزة اثبت لكم ده بالدليل العملي ونشتغل النهاردة بايدينا او ببولة ومعلقة عادي جدا. ادي الدقيق، ادي البيكنج باودر والنشادر. طبعا احنا اتفقنا اي بسكوت يبقى رشة ملح، وهاجي كده اخلط مكوناتي الجافة كلها مع بعضيها كويس عشان اطمن ان البيكنج باودر اتوزع حلو والنشادر اتوزعت حلو. جميل، خلصنا اول خطوة. عندي هنا الفانيليا هحطها هو من دلوقتي على البيض عشان ما ننساهاش، ونبدأ في مرحلة الضرب اللي هي دايما بتكون ايه؟ مادة دهنية وسكر. فالنهاردة المادة الدهنية هي السمنة والسكر باودر. نبدأ في الضرب بايديكم معلقه خشب. طب مش عايزين بايديكم خالص، بمعالق خالص، ممكن بالايد، ممكن جدا بالايد على فكره، مفيش اي مشكله. خلونا نشتغل بايدينا اهو، وهنبدا نضرب حالم وشايفين انا بضرب جامد كاني عجان وفي جميع الاتجاهات. ولاحظوا هتلاقوا ان لون السمنه عمال يفتح زي العجان بالظبط. ايديكم ما تفرقش حاجه عن العجان، شايفين الفرق؟ استنوا كده، السمنه اهي اوريدي لونها افتح، صح ولا ايه؟ من غير عجانه هو ولا اي حاجه. هستمر في الضرب والم الجوانب ما انساهاش، واضرب والم الجوانب ما انساهاش، واضرب. هلاحظ ان العجينه بقت هشه زي بالظبط ما العجان بيعمل، لونها افتح زي بالظبط ما العجان بيعمل، وما بقاش مواجهني اي مشاكل خالص وما احتجتش العجان في حاجه. فما تفتكروش ابدا ان عدم وجود عجان هو نهايه العالم. احنا بنستخدم العجان عشان ما احيانا ممكن مثلا لبسي يضايقني، ايدي ما بقاش عندي وقت اقعد بقى انضف واغسل فيها، ببقى عايزه انجز في الوقت، لكن ده مش معناه ابدا ان عدم وجوده ماساه. طيب بعد ما ضربنا الزبده وصلت معانا للقوام الهش اللي انتم شايفينه ده، الفاتح اللي انتم شايفينه ده، ما بقتش حاسه بجزيئات السكر اطلاقا، اعمل ايه؟ هاخد البيض بيضه ورا التانية، ضفت بيضة، اجي اقلب لحد ما تتمازج، تمازجت تماما ما عدتش شايفه لها اثر. اخد البيضة التانية واقلب لحد برضو ما تتجانس تماما مع المكونات. شايفين عجينة هشة ازاي؟ وهو بايدينا من غير اي حاجة. ناخد التالتة، نلم
الجوانب عشان كل المكونات تبقى بتمتزج كويس قوي. ونضرب. طبعا دراعنا بيوجعنا شوية يعني، انا اوريدي دراعي ايه بدأ يخدر بس عادي. وهو كل حاجة تمام. هبدأ بقى اضيف موادي الجافة، الخليط الجاف اهو، هضيف شوية منه تلت تقريبا، وابدأ بالراحة ادخله وسط المكونات. من اول بقى ما نضيف الدقيق عايزين يعني عجن حنين شوية. هضيف بقية الدقيق، وبرضو بالراحة خالص. نلم الدقيق بالعجينة أو بالمكونات السائلة لحد ما تتشكل عندي العجينة اللي انتوا شايفينها دي. نعجن شوية واحنا بنكلم مدام عايدة. يا مدام عايدة اهلا وسهلا. اهلا بيكي، كل سنة وانت طيبة. وانت طيبة يا حبيبة قلبي، اهلا بيكي. شكرا لتعبكم معانا يا حبيبتي. لتعبكم راحة يا حبيبتي، تأمرونا تأمرونا. احنا انا عايزة بس ايه بسكوتي القرفة. والله حاضر. اقولك حاجة، قوليلي مقادير بس ما اقفل معاكي، وليه ما بتكتبوش على السطر اللي تحت مواعيد اعاده؟ حاضر يا حبيبتي. معرفش ما بتكتبش ليه، بس حاضر هاكد على الشباب ان احنا ننزلك مواعيد الاعاده. احنا قعدتنا الساعه كام يا جماعه فكروني؟ طيب حيا يا لان، هنقول لحضرتك مواعيد الاعاده. وشكرا جزيلا لحضرتك، نورتينا وشرفتينا. اللبن يا جماعه عندنا هنا في الوصفه هو احتياط. لو انا لقيت العجينة بتاعتي سايلة كفاية ان هي هتمشي في الكيس الحلواني او مكنة البسكوت، خلاص انا مش محتاجة اضيفه. لو لقيت عندي مشاكل مخلياني محتاجة اضيفه هضيف، بس انا شايفة ان قوامها كده اهو زي الفل، وانا الحقيقة مش محتاجة اضيف اي لبن، فمش هضيف لبن خالص. انا طلعت اللي في الفرن ما تقلقوش، البنات بيفكروني ان انا حاطة حاجات تتخبس في الفرن، بس لا تقلقوا. حازم سبقك وفكرني. طبعا احنا تعقدنا ليه بقى؟ علشان احنا كنا قاعدين نعمل بسكوت قبل الهوا واخد مننا لون زياده. هو بصراحه مش وحش يعني، هو بيبقى مقرمش كده يعني، اختي مثلا بتحبه كده، بس يعني اغلبكم هيعتبر ان ده غامق، فعلشان ايه بيبصش مننا بقيه البسكوت كمان، فقاعدين متوخين الحذر. طيب نبدا نشتغل. وقعدتنا الساعه 10 لكل اللي بيسالوا. بسكوت القرفة بقى حضرتك شايفة اللي احنا عملناه في بسكوت النشادر ده، هو هو، بس شيلي النشادر وحطي قرفة، بقى بسكوت قرفة جميل جدا. صاج ومفرش سيليكون. بس تمام كده، انا بحب ازنقه حلو عشان اعرف اشتغل براحتي. وهجهز كيس حلواني برضو زي بالظبط اللي قلناه على البتي فور، ان يفضل كيس الحلواني يكون قماش عشان البلاستيك وارد انه يتقطع. فانا هشتغل بالقماش، هحط البلبله بتاعتي او السن بتاعي، وعايزه اوريكم برضو شكلها عامل ازاي لان ده مهم. بصوا يا جماعه اهي السن اللي هنشتغل بيه. معانا؟ تمام. فاديكوا شفتوا السن اللي هنشتغل بيه. هنيجي دلوقتي بالظبط ولا يهم. هنيجي دلوقتي ندخل البلبله. انا بس بحب اطلعها كويس قوي علشان ما تشوهليش منظر البسكوت. ونكلم هدير واحنا شغالين، وانا بحط العجينه بتاعتي في كيس الحلواني. يا هدير اهلا وسهلا. اهلا بيكي يا استاذه ساره. ازيك يا حبيبه قلبي، عامله ايه؟ الحمد لله كل سنه وانت طيبه. وانت يا رب طيبه وبالف صحه وسلامه. كنت عايزه اطلب، الحمد لله اموريني. كنت عايزه اطلب طريقه البيتي فور. البيتي فور حاضر. ممكن يا بنات ننزل مقادير البيتي فور تاني؟ شكرا، اشكرك يا حبيبتي. هتنزل مع لك السلامه. مع السلامه حبيبتي. ممكن يا بنات
شكرا. هننزل لك مقادير البيتي فور من حلقه امبارح ونشرح لك طريقته، واعملوا حسابكم برضو هيطلب مننا الكحكه اكيد، فيعني ايه نجهز بطريقته. يلا انا بحب دايما اعمل بس تيست كده في حاجه بره. تمام يلا بينا. ادي البسكوت. الصينيه لما تقعد تتزحلق منكم كده تركيت ايه شفات، تجيبوا منديل وتبلوه وتحطوه تحتها. بس يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين العجينة بتمشي في كيس الحلواني بكل سهولة، مش مغلباني خالص. طبعا تقدروا تعملوه بأي سمك انتوا عايزينه، مفيش عندنا أي مشاكل. طبعا لموا دايما العجينة تحت كده وانتوا بتشتغلوا. وادي اول صينية بسكوت نشادر هدخلها الفرن حالا. حاضر، هنطلع فاصل. هندخلها الفرن على درجة حرارة 120 150 150. حلو. الرف اللي في النص حرارة من تحت بس، ولو عندكم مروحة طبعا شغلوها. انا بصراحة يعني عندي لسه عجينة كتير، فهعمل صينية تانية. خد منا كده بس ايه يعني صف واحد من الصينية التانية واطلع الفاصل يا حمدي. متفقين؟ يلا بص بس على يعني خلي الناس بس تشوف صف واحد بيتعمل واطلع فاصل. موافقين؟ يلا عشان بس يشوفوا طريقة البايبنج ازاي، او الكيس الحلواني بنشتغل بيه ازاي. كيس الحلواني اهو في ايدي، انا برماه، انا برماه اهو ومسكاه في ايدي، متحكمة بيه بقبضة ايدي كلها عشان اعرف اقدر اضغط على عجينة البسكوت لانها تقيلة. وهاجي هنا اهو وانزل البسكوت بالحجم بقى اللي انا عايزاه. بسيب طبعا بينهم كل بسكوتة وبسكوتة مساحة، لان ده فيه نشادر وفي بيكنج باودر بيخلوه ينفش شوية، فعشان ما يجوش على بعض بنسيب شوية مسافة. وادي اهو بكل بساطة بنعمل صينية تانية. انا حامله كيس الحلواني تاني عشان انا لسه عندي عجينه هنا، وهطلع فاصل صغير تاني او اولاني بقى، انا ما طلعتش فاصل قبل كده. اكمل في الصينيه دي ونرجع نكمل مع بعض ببسكوت الشاي. مستنيكم. بسكوت النشادر في الفرن، باكد تاني 150 حلو قوي عليه، مش عايزين درجات حراره عاليه، يعني اقصى حاجه ممكن تشتغلوا عليها 180. الفرن لازم يكون سخن، بسكوتنا في الرف اللي في النص حراره من تحت بس. بسكوت النشادر لو جيت في الاخر لقيته استوى بس لسه ابيض حبه من فوق وانا عايزاه ياخد لون ذهبي كده، ممكن افتح عليه من فوق حاجه بسيطه. لو عندي مروحه في الفرن شغلوها طبعا بتدي نتيجه ممتازه. انا هبص عليه طبعا مش عايزه انساه، وطالع تحفه. ممكن تجيبه لنا يا حمدي؟ صعب؟ طيب هتشوفوه بعد شوية. تعالوا بقى نشتغل
بسكوت الشاي. وبرضو انا النهارده لو تلاحظوا متعمده ما استخدمش العجانه، عشان انا عايزه اوصل مسج واضحه وصريحه ان العجانه اللي بقد كده دي مش هي ابدا سر نجاح البسكوت. عايزه اقول لكم ان بسكوت النشادر بالتحديد والبيتي فور بيطلعوا احلى بكتير جدا لما نضربهم بايدينا، عشان ما بيعملوش عرق فبيبقوا هشاشه فظيعه، فما بيلحقوش يعني الايد طبعا مش بقوه العجانه فما بتسمح لهمش انهم يعملوا كده. فالعجانه مش هي سر الوجود يعني، وهي اللي لازم هتطلع حاجتي حلوه، لا خالص، حاجه جدودنا كانت زي الفل ويعني بنلحسها كده من على الطباق، وما كانش عندهم لا عجانات ولا غيره، كانوا بيشتغلوا بايديهم. فاحنا النهارده كل شغلنا يا بايدينا يا بمعلقه خشب وبوليت، ده كل اللي هنعمله. بسكوت الشاي، بسكوت الشاي اللي بالفانيليا هنحتاج 2.5 كوباية دقيق، ونص كوبايه نشا، كوبايه زبده طريه، وكوبايه سكر باودر، بيضه، معلقتين صغيرين سائل فانيليا، ومعلقه صغيره بيكنج باودر، وربع معلقه صغيره ملح. لو حبيت اعمله بالكاكاو هخلي 2 كوباية الدقيق ونص يبقوا 2 كوباية بس، يعني 2 كوباية دقيق، وبدل نص كوبايه الدقيق اللي شلتها هضيف 0.5 كوبايه كاكاو خام، وطبعا معاهم 0.5 كوبايه نشا، وكوبايه زبده طريه، وكوبايه سكر باودر، بيضه، معلقتين صغيرين سائل فانيليا، معلقه صغيره بيكنج باودر، ربع معلقه صغيره ملح. يبقى تاني مقادير بسكوت الشاي اللي بالكاكاو، وبعد اذنكم يا جماعه دخلوا لي بولات وسط عشان انا ما عنديش خالص. 2 كوباية دقيق، ونص كوبايه نشا، ونص كوبايه كاكاو خام، كوبايه زبده طريه، وكوبايه سكر باودر، بيضه، ومعلقتين صغيرين سائل فانيليا، معلقه صغيره بيكنج باودر، ربع معلقه صغيره ملح. وبسكوت الشاي جميل جدا، ده طبعا للسنه كلها الصراحه مش للعيد بس. ومش قادره اقول لكم الوصفه دي مظبوطه ازاي وليها شعبيه كمان عندي ازاي. انا برضو محتاجه ابص على البسكوت. انت كده ايه جميل، بس انا محتاجه اديك سنه كمان، محتاجه بس الف الصينيه عشان في ناحيه من الفرن بتدي حراره اكتر من الثانيه، ففي ناحيه اخده لون اكتر من الناحيه الثانيه، فنعكس علشان كله يظبط زي بعضه. والصينية التانية زي الفل، حاجة بسيطة جدا وهطلعه من الفرن. عندي هنا كمان حاجات محتاجة ابص عليها. شكرا. ومقادير البيتي فور فانيليا وشوكولاتة على الشاشة معاكوا اهي. انا بس محتاجة اظبط الفرن بعد اذنك. يلا بينا. مقادير ايه البيتي فور؟ مقادير البيتي فور نزلناها لكم على الشاشة عشان اللي حابب يعملها. ودلوقتي بسكوت الشاي هنبدأ فيه. الزبدة الطرية طبعا هنضيفها هنا، ومعاها السكر الباودر. انت ده سكر، اتأكد برضو. ده سكر بيبان، السكر ملمسه فيه خشونة شوية عن النشا. مقدار السكر مع مقدار الزبدة، وهنبدأ بالمعلقة الخشب دي نكسر كده الزبدة، ونبدأ نضرب. الحقيقة أنا عايزة أعمل المرحلة دي بإيدي، أقول لكم بقى ليه. علشان إيدي فيها شوية حرارة بتلين الزبدة، فبتخلي الضرب يحصل بنجاح أكتر. المعلقة الخشب طبعا ما فيهاش الحرارة الطبيعية بتاعت إيدي اللي هتوصل لكده، فأنا هعمل المرحلة دي بإيدي وبعد كده أكمل بالمعلقة. بإيدي كده هبدأ أدعك الزبدة، فعلى طول حرارة إيدي هتلينها، وهلاحظ إن السكر بيتلم أهو معاها بكل بساطة. عايزة أقول تاني يا جماعة وأكد، عشان أنا والله تعبت من الموضوع ده، لما بنقول كوب اللي نقصده كوب عياري سعته 240 ملي، ما ينفعش نستخدم أي كوب ونقول الوصفة باظت مننا، طبعا هتبوظ. لازم الكوب يكون 240 ملي. تاني عشان في قوالين كتير على جودة بعض المنتجات، فأنا نزلت على صفحتي اللي هي سارة عبد السلام بالعربي والإنجليزي على الفيسبوك مجموعة ترشيحات للمنتجات اللي أنا شايفاها مناسبة للكحك، تقدروا تشوفوها في أي وقت وتختاروا منها المناسب ليك. وطبعا الترشيحات دي لا تعني بأي شكل من الأشكال إن المنتجات التانية وحشة، هي بس أنا بقول من تجربتي الشخصية أنا لقيت إيه الأفضل معايا، ممكن ما يكونش أفضل مع غيري، فده رأيي شخصي طبعا ويحتمل الصواب أو الخطأ.
زي ما انتوا شايفين الزبدة بقت كريمة خالص. اقدر بقى من اول هنا اخد الموضوع بالمعلقة عشان اريح ايدي، انا ايدي ضعيفة جدا جدا جدا، فعندي مشاكل كبيرة مع العجن بايدي، واي حاجة بتتعمل بالايد عامة عندي مشاكل معاها، فايه بفضل دايما اشتغل بمعلقة باستثناء المراحل اللي لازم محتاجة الايد، بوفر لها بقى شوية القوة اللي في ايدي واخد الباقي كده. يلا بينا البسكوت، هنطلع حبة فاتحين ونطلع حبة مقرمشين، وانتوا بقى في ايه في بيوتكم بذوقكم. اهو انا عاملة الدرجتين دول والدرجتين صح مفهومش حاجة. ماشي ايوه بالظبط الدرجة دي للناس اللي بتحب بسكوتها مقرمش اكتر من بره، لكن من جوه هيبقى دايب، ونفس الحاجة بالظبط الدرجة دي للناس اللي بتحب البسكوت مقرم فاتح من بره ومن جوه بتبقى اقل طبعا قرمشة من دي. يعني انا بفضل دي، لكن ما بفضلش البسكوتات انا الفاتحه قوي، ما عدا مثلا الغريبه الحاجات دي بفضلها فاتحه قوي، لكن بصراحه هما الاثنين ممتازين وحلوين. وزي ما انتم شايفين البسكوت فرش، بس فرش بالعقل ما عملش مشاكل، والزبده بنفضل نضرب بيها بالمعلقه لحد ما تبقى هشه وناعمه وكريمي وقوامها فاتح جدا. عايزين نطلع فاصل صغير جدا، ولما نرجع اكون انا خدت وقتي في ضرب الزبده ونكمل حلقتنا، مستنياكم. رجعنا من الفاصل وبنعمل ايه دلوقتي؟ انا مجهزه بسكوت شاي طبعا من قبل الهوا عشان الوصفه الثانيه دايما ما بنلحقش نطلع منها، فبرصه في الطبق، لكن احنا هنرجع نكمل عجنته مع بعض دلوقتي. تعالوا نبص برضو على بسكوت النشادر وكل درجات الالوان اللي ممكن نعملها. احنا ممكن نعمله فاتح ابيض كده خالص، ممكن نخليه متوسط كده، ممكن نغمق سنه عن كده، بس لما تغمقوا سنه عن كده لو بتحبوا اللون ده تخنوا البسكوت شويه عشان ما ينشفش منكم. فكل ده اختيارات متاحة براحتكم بقى، واللي يناسب ذوقكم ما عندناش اعتراض. طيب انا هسيب الصينية دي لاخر حاجة ونيجي نشوف بسكوت الشاي. احنا ضربنا الزبدة لحد ما زي ما انتم شايفين كده بقت هشة جدا، لونها افتح جدا، قوامها كريمي، بقت منفوشة، الفوليوم او الحجم بتاعها زاد جدا عن لما حطناها في الاول خالص مع السكر، ونقدر دلوقتي نكمل. عايزين نخلط المواد الجافة قبل ما نبدأ في أي حاجة عشان ما ننساش. ادي الدقيق، ادي النشا، ادي البيكنج باودر، وطبعا المعتاد الملح، ونشيل طبقنا الفاضية. الكلام الجميل ده هقلبه على بعضه. وهنا بالمرة الفانيليا على البيضة عشان ما نسهش. وهنيجي بالبيضة والفانيليا ننزلهم على الزبدة اللي اتضربت، وبرضو نكمل ضرب. انا برضو حابة اشتغل بايدي. وناخد جهاد على التليفون كده واحنا شغالين. يا جهاد اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بحضرتك، ازيك يا شفاء؟ ازيك يا حبيبة قلبي، عاملة ايه؟ الحمد لله بخير، كل سنة وحضرتك طيبة. وانت يا رب طيب. القناة بخير يا رب دايما. يا رب يا حبيبتي وانت طيبة وبألف صحة وسلامة. تسلم ايدك على كل حاجه حضرتك بتعمليها بجد، يعني ما شاء الله عليكي. تسلم يا حبيبتي، كلك ذوق، ربنا يخليك يا رب. الله يخليكي، تسلمي. معلش انا عندي سؤال بس لحضرتك، لو امكن حضرتك تردي عليا فيه حالا قولي لي.
كنت عايزة أعرف بسكوت جوز الهند بتاع العيد برضو، بس الجوز الهند، وهل ينفع ما حطش علينا شايدر، ولا هو أصلا ما فيش مكونات شايدر؟ لا، بسكوت جوز الهند ما فيش فيه نشادر. تعملي بسكوت جوز الهند ازاي؟ تقدري تعملي نفس بس فوصفة بسكوت النشادر، بس تشيلي النشادر وتحطي روح جوز هند. ده لو انت عايزه البسكوت بالشكل ده. لو عايزه البسكوت اللي بيتقطع بالقطاعه نفس وصفه بسكوت الشاي، ضيف لها روح جوز هند. وصفه بسكوت الشاي دي يا جماعه متعدده الاستخدامات لدرجه مرعبه، تقدروا تضيفوا لها روح لوز، روح جوز هند، بشر برتقان، بشر ليمون، قهوه سريعه الذوبان، كاكاو، اي حاجه، توابل، تقدروا تضيفوا لها شويه قرفة على جوزة الطيب، تقدروا تضيفوا لها ريحه كحك بتبقى جميله جدا. فتقدروا تنوعوا فيها زي ما انتم عايزين. الوصفات في البسكوتات مرنه بتعديلات بسيطه، بناخد تغييرات عظيمه او نتائج عظيمه. هننزل دلوقتي المواد الجافه كلها على بسكوت الشاي بعد طبعا ما البيضه امتزجت معانا خالص وبقت هي والزبده والسكر حاجه واحده. هبدا ألم الدقيق بالعجينة، وبيبان في الأول دايما إن العجينة دي استحالة تاخد كمية الدقيق ده، ده هيبقى بسكوت مفرول وما يتاكلش، لكن اصبروا على رزقكم. الزبدة، حرارة الحركة، الحركة بتولد حرارة، تعرفوا كده، الاحتكاك يعني بمعنى أصح بيولد حرارة، لأن احنا ايدينا اهي عمالة تعجن فيها، فده بيعمل حرارة. ده غير ان ايدينا ليها درجة حرارة طبيعية اصلا خلقة ربنا، فكل ده بيخلي الزبدة تلين ويخليها عندها قابلية اكتر لتشرب او الامتزاج مع المواد الجافة. فعشان كده ما تستعجلوش. بصوا العجينة اللي كانت مفرولة بقت عاملة ازاي، بقت بتتلمى اهي دلوقتي، ولسه كمان هتجمع معانا اكتر. طول ما هي لسه ما جمعتش نقدر نعجن، لكن لاحظوا ان انا بجمع اكتر ما انا بعجن. انا مش بعجن قوي، انا بعجن شوية، بلم قصدي اكتر من ان انا بعجن. لاحظوا كده ايه اللي بيحصل، هنلاقي ان البولة نطفت خلاص، العجينة بقت كتلة واحدة متجانسة جدا. وهنلاقي ان قاع البولة، بصوا ايه اللي حصل فيه، شبه نضيف خلاص. العجينه بقت حاجه واحده معايا هنا، كتله واحده معايا هنا، وهنا خلاص ما عادش في حاجه. دي نتخلص منها حالا ونبدا نشتغل. انا بحب بقى ايه، خلاص عجننا والزروطه يعني ايه راحت لحالها، نشتغل بايدينا ما دام ايدينا نضيفه ما فيش اي مشكله. بنلم العجينه بالشكل ده، لقيتوها سايحة منكم قوي ومش عارفين تتعاملوا معاها، على طول تتشال في التلاجة شوية، بس نلفها برول استريتش عشان ما تنشفش. بقت جميلة اهي. بسكوت الشاي ممكن يتعمل بمليون طريقة وطريقة، مالوش الصراحة قواعد قوي يعني، براحتكم فيه. انا هاخد مفرش سيليكون اشتغل عليه، ونجيب بس المناديل اللي وقعت مننا دي. يلا نشابة واي قطعات تحبوها. انا بذوق يعني ما بحبش الحاجات الكبيره، انا بحب الحاجات الصغنطوطه، فعشان كده بحب دايما اشتغل بحاجات صغيره. انا هاخد نص العجينه بس، طبعا لو احنا بنعمل بالكاكاو زي ما اتفقنا هنشيل نص كوبايه من مقدار الدقيق، هنحط بدلها نص كوبايه من مقدار الكاكاو، والنص كوبايه دول يتخلطوا مع المواد الجافه، الدقيق والنشا والملح والبيكنج باودر. العجينه بتاعتي اهي، يا اما على ورق خبز، يا اما على مفرش سيليكون، يا اما على كيس بلاستيك نفتحه كده بالمقص، وهبدا افرد من بره لجوه. انا عندي هنا بول الدقيق، ما تدخلولي بول الدقيق يا جماعه، او لو يعني ممكن تورينا كده قوام العجينه انا هروح اجيبها، انا شايفاها. يلا شفت مذيعه متعاونه للدرجه دي؟ شفت تعاون اكتر من كده؟ شويه دقيق، شويه دقيق على الوش، ونبدا نفرد من جوه لبره. طبعا دايما لما بنفرد ما بنفردش كده رايح جاي، ده اسوأ حاجه في الدنيا، بتبوظ القرمشه بتاعت اي حاجه وبتخليها تعمل عرق. فبنفرد من جوه لبره مع اتجاه عقارب الساعه. انا ما بحبوش لا تخين قوي ولا رفيع قوي، يعني 2 مللي 3 مللي بيكون لطيف جدا في السمك، ما نزودش عن كده.
ولو بتحبوه تخين اعملوه. احنا الحقيقه يعني عاملين حبه كده وحبه كده، احنا بنحب دايما ننوع نرضي جميع الاذواق في الوان الخبز واشكال الخبز واحجام الخبز. وهقطع بالشكل ده. مين معايا على التليفون؟ سهام او مدام سهام معايا على التليفون. يا مدام سهام اهلا وسهلا. قطع يا حبيبتي كلمينا تاني واهلا وسهلا بيكي. تعمدت النهارده مع ان يعني ايه الشباب قعدوا يقولوا لي بلاش انت ايدك بتتعب، هم عارفين ان ايدي ضعيفه، بلاش مش هتستحملي، بس قلت لهم لا يعني النهارده هنشتغل من غير اجهزه، هنشتغل كده ايه اولد فاشن ستايل قديم من غير اي اجهزه ولا عجانات ولا اي حاجه من الكلام ده، وحاجتنا هتطلع زي الفل ان شاء الله. ده بس عشان اوريكم ان العجانه ما هي الا اداه بتسهل، لكن لا يستحيل الشغل من غيرها اطلاقا، عادي جدا. صينيتي قدامي وهبدا ارص البسكوت. البسكوت ده مش بينفش قوي، فيعني مش محتاجين انكم تسيبوا مساحات كبيره، ومش بيفرش خالص. وطبعا العجينه اللي بتطلع من التقطيع دي احنا احيانا الايد بتقطع زي ما حصل دلوقتي، ده لنفس السبب ان الايد فيها حراره. فعشان نخلص من المشكله دي سباتشولا كده بننزلها تحت العجينه بتطلعها لنا بكل بساطه او سكينه. طيب هيجي حد يقول لي اخزن الحاجات دي ازاي؟ علبه يا جماعه محكمه الاغلاق تكون ما بتدخليش هوا عشان الحاجه دي تفضل حلوه. كل الحاجات بتاعه العيد بتبقى احلى لو عملناها قبلها بشويه، يعني ما تعملوهاش بالظبط قبل العيد، اعملوها قبلها بكام يوم كده، لما بتقعد بتحلو اكتر بكتير. طبعا العجينه اللي بتطلع مننا دي كلها دي مش للرمي، دي هنجمعها تاني ونفردها تاني ونشتغل بيها تاني، بس نحاول بقدر الامكان واحنا بنقطع البسكوت ما يبقاش فيه اي هدر في المساحات، علشان العجينه كل ما بنلمها ونجمعها كل ما في احتمال ان هي تنشف مني سنه، لكن مع الفرده الاولانيه دي بتبقى زي الفل. فحاولوا تلزقوا تقطيعكم بقدر الامكان بحيث ان اللي باقي من العجينه يطلع قليل جدا. معرفش ليه حمدي قلبي بيقول لي انك عايز تقول لي اختمي، مش كده؟ بقرا افكارك، بقرا افكارك. طيب احنا هنرص الصينيه دي ونختم على طول، ماشي. السوى بيتم ازاي؟ فرن سخن. حاضر، فرن سخن درجه حراره 150-180 أقصى حاجة. أنا عايزاكم تبقوا هاديين في الحرارة على البسكوتات وحاجة العيد. لا خالص طبعا، لا يا نهار أبيض، يا داخل ما بين البصلة وقشرتها يا إسلام. رصينا الصينية وزي ما قلنا الخبز درجة حرارة 150-180 بالكتير، لو فرنكو حامي قللوا الحرارة، الفرن يكون سخن من الأول، لازم شكل البسكوت اللي أخبزه مع بعضه يكون كله نفس الحجم عشان ياخد نفس وقت السوى. الرف اللي في النص حرارة من تحت بس، مروحة؟ طبعا جدا نشغلها. يلا ندخل الصينية دي واحنا عاملين قبل كده ونلم بقى الكركبه اللي عندنا دي. كده احنا خلصنا. خلاص احنا بنختم، احنا بنختم كده، احنا لمينا كل حاجه. العجينه دي طبعا زي ما قلت لكم ما بتترميش اهي بالطريقه دي، تجميع مش عجن. شايفين انا كده جمعتها ما عجنتهاش، لو جمعتها ما تنشفش مني، لو عجنت تنشف بقى جدا وتعمل عرق. فاحنا بنجمع بس العجينه وهي الحقيقه زي حته الحرير، يعني بتتجمع بكل سهوله ونقدر بقى نفردها تاني ونشتغل تاني. يبقى النهارده عملنا ايه؟ النهارده يا حبايبي عملنا مع بعض بسكوتات بقى، عملنا بسكوت النشادر وعملنا بسكوت الشاي، وهما الاثنين بصراحه لكل السنه مش للعيد بس خالص، وطريقتهم زي ما انتم شايفين منتهى السهوله والجمال ونتائجهم مضمونه. لما نقول على حاجه دي تتعمل بالزبده ارجوكم التزموا بالزبده، لما نقول يا جماعه الحاجه دي بتتعمل بالسمنه ارجوكم برضو التزموا بالسمنه، لما بنقول زبده صفراء قصدنا زبده صفراء حيواني هي اللي بتستحمل الخبز وبتطلع الحاجات دي جميله ومظبوطه. درجات من السوى مختلفه، اشكال مختلفه،
والموضوع بسيط خالص، تعملوا كل حاجاتكم في البيت وتتهنوا بيها يا رب. يا رب تكون الحلقة عجبتكم وفادتكم، يا رب تكونوا استفدتوا مننا، ويا رب تكونوا مبسوطين في حاجات العيد. أنا بشوف بصراحة كلام يجنن وتطبيقات تجنن أكتر وأكتر. فخورة بيكم جدا وبكل حاجة عملتوها، وبإذن الله أشوفكم على خير، تقضوا ويك إند سعيد مع أهلكم وحبايبكم. ويلا استغلوا بقى عندكم أهو النهاردة بقية الخميس وعندكم الجمعة والسبت تعملوا في حاجة العيد. أرجوكم، انتوا شايفين الموضوع بسيط وسهل قد ايه. عايز اقول حاجه بسيطه، الناس اللي ما عندهاش ميزان وبتلاقي معايير بالميزان، ممكن جدا نخلي الراجل يوزن لنا الحاجه، نقول له مثلا قسم لي الزبده ارباع، فبقى انا عارفه ان ده ربع وده ربع، فاقدر احسب حسبتي. الدقيق برضو الكيس بيبقى كيلو، فنقدر نقسم فيه. حاجه بس حبيت اقولها تاني باكد، الكوبايه العياريه 240 ملي، ساعتها 240 ملي. اتبسطت جدا معاكم الاسبوع ده، وكان اسبوع مبهج بكل حاجه العيد اللي عملناها. عملنا لحد دلوقتي كحك وغريبه وبيتي فور ولانكشاير وسابليه، والنهارده عملنا بسكوت نشادر وبسكوت شاي. ولو لحقنا كمان نعمل حاجه تانية، ما اعتقدش يعني، بس لو لحقنا مش هنبخل ابدا عليكم. اشوفكم بخير واسيبكم في رعايه الله، مع السلامه.